يا مرحبا الساعة، بقول لكم نوت انف. ايوه الحين انف. مرحبا في الحلقة اللي الحلقة الماضية قاعد تهدم. طبعا ما كملنا كل شيء لان اصلا لو كملت كانت سالفة طويلة، والحمد لله ما كملت على البث. ولا والله بتملون صراحة، كنت بتملون بالخاطر، ترى والله بتملون، كنت بالخاطر. هذا هني ما يصير احطه هني. شو افا افا، والله عيب، والله عيب. من لانه شوف هسه الحين ما يعني منه شيء الصراحه، فبعتبر يعني انه ما بي شيء. وصدق وصدق بعتبر انه ما بي شيء، فما له داعي يعني حتى اني اعقد الموضوع. بس يبالي في القاعدة باب وبابين، ما بأكبر البيت وايد، ترى كل ما كبرته كل ما زادت تكلفته، والحين ما أدري إذا نقدر نتحمل تكاليفه حاليا. راح يكون مكلف الصراحة، راح يكون مكلف بشكل طيب يعني. مبنى أرضية بس يلا يعني لازم أحاسب إن هذا لو بنيته و... بنيته وما ضبط الوضع، مصيبة. قاعد ساعة أدمر وسير هات حديد، هذا مو بأجيب حديد الصراحة. زين هذا انا بفترض من وين هم بيون اصلا، لازم افترض انهم من اي مكان ممكن ينتموا. الصدق غلط افتراض اي شيء. انا هاي اللي هني اهم شيء، ها بعيد عن الحافة، ترى يطول الموضوع مطول. بس هذا طابق، طابق كامل ابوه، ما بنص طابق يعني. المكان يكون شكله حلو مرة واحدة يعني. ألو جيم، الجيم وين صار؟ عفوا تنشوي، شفرت علي اللعبة.